حبايبي الغاليين مشاهدينا على قناة الآرامية، نعمة لكم وسلام. مرة أخرى نلتقيكم، نشكر الله معا لأجل نعمته، لأجل إحسان قلبه، ولأجل محبته، ولأجل عنايته ورعايته في كل واحد فينا. هو الذي مهتم فينا طول الطريق، هو الذي سائر معنا زمان غربتنا، هو اللي وعد وهو في اجتماعه الأخير مع التلاميذ قبل مغادرته إلى السماء قال: وها أنا ذا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. حبايبي الغاليين، قال كل الأيام في حياة التلاميذ وإلى انقضاء الدهر، كلمة وجملة تخصنا، وعد يخصنا نحن. هو ساهر معنا ويسير معنا زمان الغربة اللي احنا نشتاق فيه. أذكر حضراتكم في هذه الحلقة الجديدة إنه خطوطنا مفتوحة، ستجد الأرقام موجودة من USA على الفايبر، من أستراليا ستجد الأرقام كلها موجودة. أشجعك وأشجعك إنه ترفع سماعة التليفون وتتصل بنا وتشاركنا بطلبات الصلاة. مرة أخرى كما يقول الكتاب في رسالة بطرس الثانية: أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي. غرض البرنامج ليس فقط أن نقدم كلمات نرددها ونتعزى فيها ونفرح، لا، لكن غرض البرنامج الأول والأخير هو أن نسمع كلمة الله معا ونتشارك أحدنا مع الآخر. في الأسبوع الماضي كان هناك حلقة في غاية البركة لجميعنا، شفنا اختبارات لله من الكرة البعيدة وشفنا طلبات صلاة كثيرة. أشجعكم أيضا إنه الحلقة هذه موضوعة بشكل مباشر على الفيسبوك، ستجدها في صفحة الآرامية الخاصة وستجدها على صفحة الخاصة أيضا موجودة. إن لم تستطع الاتصال، إن لم يتوفر عندك التليفون، أو إن لم يكن هناك نت جيد بالنسبة لك، أشجعك أن تكتب طلباتك على الحلقة من تحت في مكان الكومنت، في مكان التعليقات، اكتب طلبة الصلاة اللي عندك. أشجعكم أيضا كما فعلت بالمرة الفاتت والمرات السابقة إنه ترفع قلبك معي وإحنا معا نصلي لله، نطلب إحسانه، نطلب بركته، ونرفع قلوبنا بالشكر. إحنا بسهولة أن نرفع طلباتنا لله واحتياجاتنا، لكن عندما شفى الرب يسوع 10 من البرص، ذهب 10 ثم رجع واحد منهم، فاستعجب الرب يسوع، قال: أليس الشافين هم 10؟ فكيف لم يرجع أحد إلا هذا الغريب الجنس؟ رجع واحد من 9. إحنا يعني إذا حسبنا الحسبة رجع 10% من ما ذهب. إحنا بنعمة الرب اليوم رح نرفع سماعة التليفون، رح نكتب على الخطوط إنه نشكرك يا رب، سنعود كلنا يا رب. بالمرات الفاتت اللي رفع طلبة استجيبت، اسمع، إذا لم يحن معاد استجابها أيضا ارفع سماعة التليفون وقل له: يا رب أشكرك، أنا أثق في نعمتك، أثق في محبتك، أثق في صلاحك، أثق في توقيتاتك، أنا رافع نفسي أمامك. لأنه عندما نرفع طلبات الشكر يعرف الله أنه قلوبنا مستقيمة معاه، وأنه إحنا نثق فيه، وثقتنا ليست في الكلام لكن ثقة حقيقية عملية موجودة. ارفع سماعة التليفون وشارك معنا. أيضا أشجعك أنه تأخذ الحلقة من صفحة الآرامية ومن صفحتي وضيفها عندك في صفحتك، اعمل شير، لأنه هي هاي خدمة الكثيرين الذين في صفحتك قد لا يعرفوا أن هناك من ينتظر معك ومعك لكي يصلي لأجلهم، فرح يتشجعوا أنه يرفع سماعة التليفون ويضع طلبات الصلاة. مسؤولية أمام الله أنه شارك بكل ما يقدم لغرض أنه يأخذ أكبر قدر ممكن فرصة. قد يكون هناك شخص راقد في السرير بحاجة من يصلي لأجله، بحاجة من يسمعه، فأنت كون أن الله وضعه في صفحتك وصفحتك ستجد أنه هذه البركة ستجتاز إليه، وهكذا سنخبر أحدنا الآخر ببركات هذه الفترة اللي نشترك معها. مرة أخرى أيضا أذكر حضراتكم أنه الله أكرمنا وحلقتنا تحولت من مدة ساعة إلى ساعة ونص. المرة الفاتت كانت بركة كبيرة، طالت الحلقة 2:45. أصلي أنه الحلقات تطول، البركات تزيد، والاتصالات تكثر، وهكذا يكون جروب متحد في الصلاة حوالين العالم
لكل طلبة موجودة أمامنا. إن كنت اليوم تصلي لآخرين، غدا ستكون بحاجة إلى من يصلي لأجلك. تعال نتشارك مع بعض ونضع الطلبات ونضع قلوبنا ونرفعها أمامه، حتى ما نتعزى أحدنا مع الآخر ونكرم الله في كل ما نفعله. قبل أن نفعل كل شيء كالمعتاد، إحنا محتاجين نرفع قلوبنا. إحنا قد نسمع في أذاننا وقد نخزن في أفكارنا، لكن من يستطيع أن يأخذ هذه الأفكار والكلام وينزل فيه إلى قلوبنا؟ لا نستطيع أن نفعل هذا العمل نحن، لكن إحنا بحاجة أن نرفع قلوبنا كيما الروح القدس يسكن كلمته في قلوبنا بغنى. تعالوا نرفع الطلبات، تعالوا نرفع قلوبنا، نرفع الحلقة. وأنا أوريدي ابتديت أشوف هناك طلبات صلاة، تعالوا نتشارك مع بعض. أشجعك أنه ترفع سماعات التليفون في أي وقت. هناك أفكار ستقدم الغرض منها تنميتك وتنميتك وتنميتي قبل كل شيء عمليا. تعالوا نرفع قلوبنا بالصلاة. يا رب نشكرك، إحنا متحدين مع بعض يا رب، نشكرك ونعظمك لأجل إحسانك ولأجل محبتك ولأجل نعمتك ولأجل رعايتك لنا يا رب. نشكرك لأنه أظهرت حبك في أبهى صورة في الصليب، قدمت نفسك فداء عنا عوضا عن كل واحد فينا. يا رب احنا جايين أمامك في هذا اليوم حتى ما تعطي تقدير حقيقي لمحبتك في قلوبنا يا رب. يأخذ مكان حبك، يأخذ مكان القلب كله، لا يأخذ حي صغير من القلب، لكن يا حبيب قلوبنا يأخذ كل القلب. يأسرنا حبك يا رب، تؤسر قلوبنا بمحبتك. فماذا نفعل؟ نجيبك يا رب بأنه نستأثر كل فكر لطاعة اسمك. ساعدنا يا رب، الانترنت، الاتصالات يا رب، الخطوط، العاملين في الكواليس اللي لهم بركة كبيرة يا رب، المتصلين، إخوة وأخوات في السابق وفي هذه الحلقة وفي المستقبل، تباركهم يا رب، تعطينا أنه نخضع لك يا رب. إحنا واثقين أنه إحنا صلاتنا لا تضارب الهواء لكن تصل إلى عرش نعمتك. ساعدنا يا رب أن نخدمك، أن نحبك. أعطيني أنا عبدك المتكلم الصغير يا رب أنه تباركني أنا أولا يا رب، تكلمني أنا أولا وتعطي كلام عندما أفتح فمي. يا رب أنا أثق بشخصك وثق بنعمتك أنه أنت سمعت لنا واستجبت لك. يا معبود قلوبنا كل كرامة وكل مجد وسجود وتعبد إلى الأبد، آمين. حبايبي الغاليين، تلاحظون أنه عنوان الحلقة اللي موضوع أمامنا هو أعدائي الثلاثة. أنا تعمدت أنه أضع حرف الياء في هذا. أنا ممكن كان أقول أعداءنا الثلاثة أو الأعداء الثلاثة، لكن أنا حبيت ألفت نظرك ونظرك إلى نقطة غاية في الأهمية، هو أنه هذول هم أعداءنا. الثلاثة أعداء اللي موضوعها سنضعها أمامك، اللي وضعها الله أمامنا، هم أخطر أعداءك كمؤمن. بعد أن تختبر عناية الله ستكتشف أنه الثلاثة هذول قبل أن تختبر الله كانوا أحب أحبابك، كانوا أقرب المقربين لك. لكن اسمع ماذا حصل بعد أن اختبرت نعمة الله وبعد أن تغيرت. أصبح هؤلاء الثلاثة تحولوا من أحب أحبابك إلى ألد أعدائك. لماذا؟ لأن الله كشف عن عيوننا فعرفنا من هو عدوي من حبيبي. الذي لا يعرف العدو من الحبيب هو شخص بكلمة واحدة مخدوع. ونشكر الله إن الله فتح عيوننا وعرفنا من هم أعدائنا. لكن إن كنت لم تختبر نعمة الله بعد، أشجعك إن الباب مفتوح وما زال الله يريدك. وأكبر دليل إنه يوجه لك هذه الحلقة اليوم، يصل لك لكي يخبرك بأنه هو يبحث عنك ويريد أن يعطيك فتحة العين ويهبك حياة جديدة، يغفر لك خطايا الماضي كلها ويضمن لك رفقة الحاضر ويضمن لك أيضا ضمان المستقبل الكامل. ستتعزى وتتمتع ببركة غير عادية في السير معه. أنت بحاجة أن تقتنع بأنه أنت ميت وبحاجة له، لأنه بدونه، هو قال هكذا، لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. أعدائي الثلاثة الذين يهاجمونني. اليوم سنأخذ عدو واحد من الأعداء الثلاثة، ثم بالحلقات القادمة إن شاء الرب وعشنا وإن تأنى الرب في مجيئه سنفهم باقي الأعداء
وكيف نستطيع أن نواجههم. إحنا ذكرنا في الحلقات السابقة حبايبي الغاليين عن سلاح الله الكامل، وهذا سلاح الله الكامل ذكر فيه قبلها أنه عندنا أعداء كثيرون، وقال إن محاربتنا ليس مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. هذا الجيش الكبير حرك، هو أحد الأعداء، لكن هناك ساحتين يلعب فيهما في حربه معه. هناك ثلاث أعداء لك. العدو الأول اللي نتحدث عنه هو اليوم، هو العالم، العالم. ثم العدو البعض الذي يأتي هو الجسد، وعندما أقول الجسد لا أقصد الجسد المادي، لا، ليس الجسد المادي، لكن جسد الخطية، أي الطبيعة القديمة التي كنت سالك فيها قبل أن أتغير، قبل أن أتجدد، قبل أحصل على الإنسان الجديد. ثم المسؤول عن تحركات الجسد والعالم هو إبليس، هذا العدو الأول. إحنا كلنا نعرف إنه العدو الأول هو إبليس، لكن مرات كثيرة لأننا عايشين مع العدوين الثانيين وفي تماس مستمر معهم، ماذا حصل؟ لم نعد نعي أو يغيب عن أذهاننا إنهم ألد الأعداء، أخطرهم. اسمع، أخطرهم. قد تتصور إن أخطر عدو هو إبليس، كلا. هو قد تتصور إنه أخطر عدو هو العالم، أيضا كلا. هناك خطر جسيم من أكبر عدو فيهم، هو الإنسان القديم أو طبيعتنا القديمة التي بقيت فينا لغاية الآن. يسأل شخص ويقول لماذا سمح الله أن تبقى الطبيعة القديمة فينا؟ ألم يكن من الأفضل أن يلغيها منا؟ الحقيقة أحبائي، هذه بالنظرة السريعة الصرحية قد نتصور هذا الشيء، لكن لا يا أحبائي، الله قصد إنه هذه الطبيعة تبقى فينا. لماذا؟ لسبب غاية في الأهمية. هذا السبب أحبائي الغاليين هو أن يدربنا فيها، كأننا شاركنا في صالة جيم، وفي صالة الجيم هذه هناك أثقال قوية تعمل ضد قوة الجسد مع جاذبية الأرض، فيكبر الله فيها إنساننا الجديد وعضلاتنا الروحية. الشغلة الثانية لكي يقينا من الكبرياء والترفع، لو احنا خلصنا من الطبيعة القديمة صدقني سنبتعد عن الخطاة ولن نقترب منهم، لكن يذكرنا بالطبيعة القديمة، هم بحاجة إلى الشفقة كما أشفق هو علينا، أي يعطينا تواضع المسيح وروح المسيح فينا. هذا السبب الثاني. السبب الثالث لكي يبقينا متيقظين وصاحين صحوة كاملة. هل سيأتي وقت وتنتهي الطبيعة القديمة؟ نعم، مع ذلك في الاختطاف سيغير شكل جسد تواضعنا لنكون على شكل جسد مجد. سينتهي الموت، سينتهي الألم، ستنتهي الأتعاب، وهكذا نكون مع الرب في كل حين. أشجعك مرة أخرى أنه ترفع سماعة التليفون تتصل بينا ونتشارك مع بعض حتى ما نتعلم. تعالوا نأخذ الفكرة الأولى اللي هو نتحدث عن العالم، هذا العدو الخطير. سنأخذ آية واحدة من رسالة يوحنا الأولى والإصحاح الثاني، اسمع ماذا يقول، من العدد 15 إلى العدد 17. فعل أمر: لا تحبوا العالم. فعل أمر، كلام واضح وصريح: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم، شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. تعال نعيدها مع بعض، وإن فاتح كتابك عيد معي الآية: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب،
لأن كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، وتعظم المعيشة، ليس من الآب بل من العالم. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. اسمع نقطة مهمة، ما الذي قصده الله بمسألة لا تحب العالم؟ واحد يسأل يقول هل يقصد الله أننا لا نحب الناس العالم؟ أحبائي، لكي نفهم نقطة مهمة، مفتاح غاية في الأهمية، ونحن نقرأ عن العالم في الكتاب، لكي تفهم ما قصد الله عن موضوع العالم اقرأ الكلمة مع القرينة في الآية. مثلا لأنه هكذا أحب الله العالم، هنا العالم يقصد فيهم الأشخاص. أنتم في العالم ولستم من العالم، يقصد المكان اللي نعيش فيه، أو يقصد زمان معين في العالم. إذن عندما تقرأ كلمة العالم بالمقارنة مع قصد الكتاب في القرينة الموجودة، ستفهم قصد الله من الذي يريد أن يقوله فيما يخص العالم. هل يتحدث عن الناس؟ هل يتحدث عن المادة؟ هل يتحدث عن المكان؟ هل يتحدث عن الزمان؟ عندها سنفهم ما الذي يقصده الكتاب من العالم. هنا يقول الكتاب لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. يسأل شخص سؤال ويقول ما الغرض أنه أنا يكون لي في العالم إمكانيات؟ هل غلط أنه أنا يكون عندي بيت، يكون عندي أولاد، يكون عندي عمل جيد، يكون عندي سكن جيد؟ أليس هذا جزء من نعمة الله؟ نعم، لكن تتحول البركة إلى كارثة ثم إلى لعنة إن أصبحت هذه الأمور هي أهداف حياتك. يعني تصبح إنه أنت تركض لتحصل على ما في العالم، تتحول إلى كارثة حقيقية عندما تتحول هذه الأمور إلى، اسمع، إلى هدف أسعى وراءه. يعني الكتاب لم يقل إن المال هو شر، لكن الكتاب يقول إنه محبة المال هو أصل لكل الشرور. المال بركة الله أعطاه، لكن عندما يتحول المال من خادم إلى سيد يصبح هو الأمر الناهي. عندما يكون المال والعالم خادم أنا أأمره، لكن عندما يتحول المال والعالم إلى سيد يبدأ بفرض شروطه وقوانينه وأوامره علي، وأضيع أضيع لأنه يصبح الهدف. يعني ببساطة العالم عنده مقولة تقول الغاية تبرر الوسيلة. إذا تحول العالم إلى غاية ستتحول أساليب الحياة إلى وسيلة تضيع تحت الجميع لكي ينال العالم، لكي ينال المؤمن ما في العالم. عندما تضع العالم كخادم، عندما تسخره لخدمة الله، لخدمة حياتك الروحية، ستجد بركة كثيرة. هذا ما فعله الله مع من؟ هذا ما فعله الله مع إبراهيم. اسمع شخصين مؤمنين يخبرني عنهم الكتاب، لوط المؤمن الضعيف، المؤمن اللي كان مشغول بالعالم، وخادم آخر هو من؟ إبراهيم. واحد صارت مشاجرة بين رعاة لوط ورعاة إبراهيم وضاقت الأرض فيهم، فكانت القصة أنه لا يكون شجار، أنت اعتزل عني، إن ذهبت شمالا أذهب جنوبا، إن ذهبت شرقا أذهب غربا. يقول فرفع لوط عينيه ونظر إلى دائرة الأردن إذ هي سقط كجنة عدن، لكن عرف إنه فيها أشرار، لكن اسمع تحول العالم إلى هدف إلى غاية، فخرج وذهب وسار وسكن في العالم. أما إبراهيم الله قال له ارفع عينيك،
وانظر شمالا جنوبا، الأرض التي تراها تكون لك. لا تقرأ في الكتاب على الإطلاق أن إبراهيم رفع عينيه على الإطلاق، لكن هو عنده كلمات الترنيمة لأخونا الحبيب زياد، يقول عايش أنا في العالم أيوة، والعالم مش عايش فيا، قلبي تعلق في المصلوب. هكذا كانت امرأة لوط. خرجت امرأة لوط من سدوم، لكن سدوم لم تخرج من قلب امرأة لوط. هذا العدو أنا بحاجة أن أتيقظ له، لأن هناك كثيرين أحبوا العالم والأشياء التي في العالم وحصلت كارثة. تعال قبل أن نكمل نرفع طلبات صلاة أسماء موجودة أمامنا، ثم نكمل ونرى من الأشخاص الذين انقادوا إلى العالم وما هي الخسائر التي خسروها ونتحذر منها، ونتحدث بعدين إنه الله أعطانا كل البركة، سخر لنا كل القوات لكي نستطيع أن ننتصر. حكينا على نقطة منها اللي هو سلاح الله الكامل. تعالوا نرفع الطلبات أمام الله ونضع كل الطلبات، نرفعها أمامه ونطلب بركة الرب، ثم نستكمل حلقتنا معا. أذكركم إحنا معنا ساعة ونصف، مضى منها الوقت القليل، لكن هناك طلبات أخرى أو فترات وفقرات أخرى. يا رب إحنا نشكرك ونباركك يا رب أنه تعطينا فرصة نأتي في محضرك. من هو كفء أن يقف أمامك يا رب؟ عندما أخبرنا إشعياء بالرؤية التي رآها ورأى ملائكة سرافيم لهم ست أجنحة يا رب، بإثنان يغطون أوجههم وبإثنان يغطون أرجلهم وبإثنان يطيرون، وهذا نادى ذاك قائلا قدوس قدوس قدوس. يا رب هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في محضرك لم يستطيعوا أن ينظروا وجهك، لم يستطيعوا أن يسكنوا في حضرتك، لكن إحنا يا رب ما أعظم البركة التي أعطيتها لنا، إذ لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس يا رب. شكرا لك، كان لنا الجلوس في محضرك، فيقول الكتاب هكذا في الماضي، يقول الذي أقامنا وأجلسنا معه في السماويات. يا رب إحنا جايين بطلبات في قلوبنا نضعها أمامك، واثقين يا رب أنه أنت تسمع طلباتنا وتستجيب لكل طلبة نرفعها أمامك، واثقين بشخصك يا حبيب قلوبنا أنه أنت تسمع طلباتنا أمامك يا رب. لذلك يا رب أنا أضم صوتي لصوت أختي هيفاء يا رب، من أجل المشاهدين الآن المسلمين أولا ثم المسيحيين الذين بعيدين عن الرب، الصلاة من أجل إيران والشعب الإيراني في هذه الأيام لكي ما يكون هناك بركة، وللعراق أيضا وسوريا واليمن، صلاة أيضا من أجل كل العابرين يا رب، صلاة لأجل يا رب الدول أنه تحميهم تستخدمهم يا رب، تشرق بنور المسيح عليهم يا رب، تصل بكلمتك إلى كثيرين يا رب، أرجوك تحمي من بحماية خاصة من عندك في هذه الأيام الشريرة المضطربة يا رب من قتل واضطهادات. نثق بشخصك يا رب أنه أنت تسمع طلباتنا يا رب يسوع. أنا أضع أمامك أختي إيناس لأجل التعزيات، لأجل فقيدها اللي رحل يا رب، أنه تعطي بتعزيات من عندك وبركة من عندك يا رب يسوع. أنا أثق بشخصك وأرفع أمامك يا رب طلبة حقيقية يا رب لأجل أخي يا رب، أختي أنوار يا رب، أرجوك صلاة من أجل يا رب زوجها ومن أجل ابنها ميلاد في ضيقات الحياة يا رب، محاربات إبليس الكثيرة يا رب. أرجوك أنا أضع أختي ميراند أمام شخصك وأختي ماريان يا رب، تعطي بركة من عندك وحماية حقيقية وعمل حقيقي من عندك يا رب. أرجوك يا رب أنت تحمي يا رب أختنا أنوار وبيتها يا رب وزوجة من المحاربات الكثيرة من التأثيرات يا رب، تمنع عنهم الأشرار، تحفظهم يا حبيب قلوبنا. طلب الصلاة من أجل قناة الآرامية وعائلتنا اللي فيها يا رب، تعطيها نعمة وقدرة، تباركها ببركة غير عادية من عندك يا رب. أنا أثق بشخصك يا رب وأثق بنعمتك، أختي رجاء بين إيديك لأجل الألم القوي اللي عندها في الرأس يا رب. أرجوك يا رب لأجل ضغط الدم أنه أنت تتدخل يا رب وتشفي بشفاء من عندك. أضم صوتي لصوت أختي سامية يا رب من أجل الأخ وديع في المستشفى،
والأخ مراد زكريا أيضا في المستشفى، صلاة لأجل مينا وسمير من آثار جلطة المخ وإكمال عملية يا رب العلاج الكيميائي. أنا واثق بشخصك يا حبيب قلوبنا أنه أنت تسمع طلباتنا في هذه اللحظة يا رب وتستجيب لنا. صرخنا إليك في مرات كثيرة، مرات ومرات، وكان لنا فيك استجابة، وكنت تحقق طلباتنا وتستجيب لكل ما صرخنا يا رب إليك فيه. يا رب شكرا لك، لأنه مستحق أنت شكر وحمد قلوبنا. أرجوك يا ربنا أضع أختي ليلى يا رب، يا رب لحماية لأجل عدم الاستعباد للمال يا رب، حكمة فيه يا رب، استخدامه فيه، استثماره فيه يا رب، عملك يا رب لمجد اسمك يا رب، لأجل تسديد احتياجات، لأجل طلبات شراء كتب مقدسة يا رب. أرجوك أنا أثق بشخصك، أضم صوتي لصوت أخوي غسان لأجل سنة جديدة مليئة بالبركة يا رب، مليئة بالثمر الكثير، مليئة بالخير الوفير يا رب. يا رب شعبك من تستخدمه، بركات من عندك يا رب، يا رب فتح عيون، لمسات حقيقية يا رب لأجل المعاندين يا رب، لأجل عدم السامعين، لأجل المستهزئين يا رب. أنت لك طرقك يا رب، أنت لا تعدم وسيلة، وإحنا نثق بشخصك يا رب. أنا واضع أمام شخصك يا رب أختي هالين يا رب، اللي طلبت يا رب طلبة من أجلها ومن أجل زوجها هاني وأطفالها يا رب، أونير أونيلا يا رب، من أجل الصحة والبركة يا رب. أرجوك أنت تحفظهم، تباركهم، تسير بوجهك أمامهم يا رب. أضع طلبة الصلاة من أختي ليلى يا رب لأجل الشاب روميل يا رب، هو مشلول ولا يتكلم، لكن نثق بأنه أنت تستطيع أن تعمل عمل يفوق كل يا رب تصور. نثق بشخصك يا رب، أختي نورة لأجل دوامها في الموصل والامتحانات، تساندها وتحفظها يا رب. أختي يا رب ميسون أيضا طلبة من أجل الكنيسة في ساسكاتشوان يا رب. أرجوك يا حبيب قلوبنا، إحنا واثقين بشخصك، طلبة يا رب من أختي أراء يا رب لأجل ليلى اللي في حالة حرجة في المستشفى، تعطي بركة من عندك ونعمة وتترفق يا رب وتلمس لمسة من عندك يا رب. إحنا نثق بشخصك أختي ليلى من أجل حفيدها جيمي، الرب يكمل شفائه يا رب، أنت تحفظه، تكمل معه بالبركة يا رب. أخوي حكمة يا رب، بركة من عندك يا رب واستخدام حقيقي. نثق بشخصك، طلبة صلاة من أجل يا رب الأسماء اللي سنرفعها أمامك لأجل عوائلهم، عصام ونزار وماجد ومراد يا رب، بركات من عندك، بركات لأجل أخي إبراهيم وليلى يا رب، وبيوتهم وخدمتهم وأعمالهم يا رب. يا رب أضم صوتي لصوت أختي بان لأجل غادة المريضة بالسرطان يا رب، المرحلة الرابعة، أنت تشفي يا رب من السرطان وأنت إلك حلول يا رب. طلب الصلاة من أجل سناء يا رب كامل لكي ما ترفعها وسط الألم يا رب. أرجوك تعطي شفاء من السرطان واحتمال لآلام علاج الكيمياوي يا رب. أرجوك طلب صلاة لعائلة هايدي سعيد لأجل تعزية يا رب لهم لأجل الرقاد يا رب، عائلة الدكتور جون في رقاده، تغمرهم بتعزيات من عندك يا حبيب قلوبنا يا رب. أنا أضع أمامك المتورطين يا رب في الإدمان يا رب، أرجوك أندرو يا رب، جاستن، براندن، ألبرتو يا رب، من عندك تعطي تحرير، ليس من السرطان، ليس من الإدمان، ليس من الأمراض، لكن يا حبيب قلوبنا شفاء كامل وتحرير كامل وعودة كاملة إلى شخصك يا رب. أنا أثق بيك يا رب. يا رب أضم صوتي أيضا لصوت أخوي غسان يا رب لأجل الطفلة زينب 3 سنوات اللي مصابة بفيروس خطير يا رب. أرجوك أنت تكمل، نضعها بين إيديك متوقعين لمسة من عندك يا حبيب قلوبنا. طلبة يا رب لأجل أختي أميرة يا رب، من أجل يا رب أخوها وأختها يا رب اللي تعبانين، من أجل يا رب، يا رب كل إنسان تعبان، كل إنسان بحاجة لسند، بحاجة لتسديد احتياجات جسدية يا رب، طعام، أي شيء يا رب نضعه بين إيديك. إحنا نثق بشخصك يا رب. أختي زهرة يا رب لأجل ألم معدتها في القرحة يا رب، تعطي شفاء وتعطي عمل من عندك يا رب،
واثقين بشخص الطلبة لأجل خلاص حقيقي تتممه وافتقاد لهدى وماري وماريا يا رب، شفاء لأجل ديانا وجورجيت وصاموئيل وسمير وأليس وأنجيل وإبراهيم يا رب. احنا نثق بشخصك انه انت تسمع كل طلبة نضعها امامك، مهتم بينا ومعتني بينا يا رب، ورفعنا يا رب على أجنحتك. أنت قلت أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إلي. يا رب أنا أرفع كل شخص موجود معنا الآن، حاضر معنا يا رب، تنطي ثقة حقيقية يا رب، متكلم وسامعين، نثق بعملك يا رب، نثق بأنه أنت قلبك حنون، تسمع طلباتنا، تستجيب لأجل كل ما رفعناه يا رب بثقة. الكتاب يقول هكذا، إذ لنا الثقة بالدخول. يا رب أعطي لقلوبنا الثقة الحقيقية، الثقة بمحبتك، الثقة بعنايتك، الثقة بإحسانك، الثقة بحكمتك، الثقة بصلاحك. يا رب أنت يا رب تعرف ما هو لصالحنا، تعرف ما هو يا رب نافع لنا يا رب. احنا واثقين بتوقيتك، وإن بدأ إنه هو بطيء، لأنه هكذا يا رب إنك تمشي بطيئا، لكن حاشا أن تصل متأخرا، دائما تصل بالوقت المناسب يا رب. نشكرك اختنورة بين إيديك من أجل أخوها كرم، لأجل إيجاد فرصة عمل يا رب. يا رب احنا واثقين بشخصك، طلبات كثيرة سنرفعها أمامك في هذه الفترة، نثق بشخصك يا رب إنه أنت تسمع لطلباتنا وتستجيب لنا. لك يا حبيب قلوبنا كل كرامة ومجد إلى الأبد، آمين آمين. حبايبي الغاليين، تعالوا نخرج فاصل، وخلال دقيقة نرجع. ضع الطلبات اللي ذكرناها أمامك، ارفع قلبك خلال دقيقة الفاصل، ونستكمل ما يريد أن يكلمنا فيه الرب يسوع. ابقى معنا والرب يباركك. تابعوا هذه الحلقة المتميزة من برنامج ما بين الشريعة والنعمة، مع اختبار العبور من الظلمة إلى النور للأخ سعد العبيدي، القيادي البارز والضابط في الجيش العراقي سابقاً، يوم الجمعة 19 يناير كانون الثاني لعام 2018 في تمام 12 ظهراً بتوقيت شرق أمريكا، 8 مساء بتوقيت العراق، مع ضيوف الحلقة الأخ كريم الإيراني، الأخ إسماعيل نمر، الأخ جهاد كوبي، والأخ باسم كوريالي. عنوان هذه الحلقة من برنامج ما بين الشريعة والنعمة هو قوة الملكوت لتدمير الجبروت. لأي سؤال أو استفسار رجاء الاتصال بالرقم 248-416-1300 أو زيارة موقع الآرامية abnsad.com. أمين حبايبي الغاليين، رجعنا معاكم. تعالوا نستكمل ما يكلمنا فيه الله اليوم عن أشخاص، تعاملوا مع العالم باستهتار، فماذا حصل؟ اسمع، تحولت حياتهم إلى كمية كبيرة من الخسارات. لم يخسروا خلاصهم، حاشا، لأنه خلاص الله كامل، لكن اسمع، فقدوا كل شيء. الكتاب يقول هكذا في كورنثس الأولى والإصحاح الثالث، يقول لأنه إن بنى أحد على هذا الأساس، أي الرب يسوع، ذهب وفضة، حجارة كريمة، خشب، عشب، قش، يعني هناك شخص يخدم ويعمل، لكن خدمته لا تتعدى الخشب والعشب والقش أو الذهب والفضة والحجارة الكريمة. ماذا حصل؟ دخلت هذه الخدمة، هذا الأسلوب من الحياة، دخل إلى عيون الله الفاحصة، إلى نار عيون الله الفاحصة. وماذا يحصل عندما يدخل الخشب والعشب والقش إلى النار؟ يحترق أحبائي ويبقى رماد، وكأنه لم يخدم على الإطلاق. أتعاب كثيرة، أموال كثيرة، أوقات كثيرة أنفقت، لكن ماذا حصل؟ كأنها لم تكن. يعني جمعنا 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 وبعدين رمينا في الزبالة. هكذا تكون حياتنا في العالم. لم يكن قصد الله على الإطلاق بعد أن يخلصنا هو أن يحول بيوتنا من 4 غرف إلى 7 غرف، ويبقي 3 غرف فارغة مفروشة حتى ما يجيني شخص
أخليه يتفرج على البيت ويرى كم عندي من بركة. اسمع، في مرة عمل هذه الحركة شخص وكانت مصيبة عندما أراه. اسمع، هذا اللي فعله أحد الملوك في العهد القديم، دخل الأعداء إلى مخازنه وبدأ يتفاخر كم عنده من أمور، كم عنده من أشياء، وأراهم كل شيء. فأرسل إشعياء إلى حزقية وقال له: ماذا رأوا في بيتك؟ قال له: كل شيء. كان هناك افتخار لأنه كشف أمامه ما موجود، مجرد لأنه قدم هناك هدية صغيرة، لكن قالوا: كل ما رأوا سيحمل منك. هل نحن متفاخرون بنوع السيارة، بنوع البيت، بالقميص اللي لابسه، بالإمكانيات اللي عندي؟ أحبائي، إن كان الفخر فيها فهي هدف، وعندما تكون هدف سيزول بالكامل ويبقى الله هو الهدف، وسترى أنك ركضت وراء أهداف هي في الحقيقة كانت من الله كوسائل وليست كأهداف. اسمع، يكلمنا الكتاب عن شخص ليس ضعيف، شخص في منتهى القوة، شخص لم يكن مثله قوي في الكتاب كله. أكيد أنت وأنتي عرفتم عن من أتكلم، عن شخص ذو قوة جبارة اسمه شمشون. شمشون يعني مصغر لكلمة شمس، يعني شميس، يعني كان الله قاصد له أن يضيء، أن يصل إلى كثيرين، وأعطاه الله كل القوة. ماذا خسر شمشون؟ شمشون تعامل مع العالم بسبب قوته، والقوة هنا إشارة إلى بركة من الله نعتمد عليها. هناك أشخاص لهم قوة عقلية، وهناك أشخاص لهم قوة عضلية، وهناك أشخاص لهم قوة مادية، وهناك أشخاص لهم قوة من السلطة، عندهم سلطة سلطانية، هناك أشخاص عندهم قوة. ماذا يحصل عندما نعتمد على قوتنا؟ أولا تخدع أنفسنا ونتصور خطأ إنه القوة هذه مصدرها نحن، مصدرها ذكائنا، مصدرها شطارتنا، مصدرها فهلوتنا، مصدرها ما عندنا من إمكانيات، وننسى بأنه ما عندنا من إمكانيات هو كله عطية من الله، إن كان ذهني، إن كان مالي، إن كانت صحتي، إن كانت سطوتي، إن كان أي شيء، فما هي إلا عطية من الله. اسمع ماذا حصل لهذا، اسمع المفروض كان أقول لهذا الجبار شمشون، لأنه شمشون اقترن اسمه بالجبروت. لكن اسمع، سأقول كلمة أخرى صعبة الله يوجهها لي ولك ولك. اسمع ماذا حصل لهذا المسكين شمشون، صعبة صعبة، هذا المسكين شمشون. ما المقصود لهذا المسكين؟ لأنه تصور إنها بقوته وبقدرته سيصل إلى أعظم الأمور بسبب قوته وقدرته. فماذا حصل حبايبي الغاليين؟ حصل كارثة، حصل مجموعة خسارات كثيرة في حياة شمشون، كانت مصيبة في حياته، وبدأت حرب الاستنزاف، استنزف إبليس منه كل شيء. اللي حصل، شمشون كان نذير، نذير يعني مكرس لله، والنذير كان عنده صفة إنه يطيل خصل شعره. لماذا يطيل خصل شعره؟ كأنه يقول لله: يا رب، إنه على قوتي لا أعتمد، أما عندي شعر كالنساء، يعني أنا ضعيف. لأن الكتاب يخبرني إن المرأة هي الإناء الأضعف، وهذا لا يعني إن الرجل قوي، لكن معناها إن الرجل ضعيف والمرأة أضعف، يعني هما الاثنين ضعفاء. لكن ها هو النذير يعلن كل ضعفه أمام الله، لذلك كان يطيل شعره.
وقالت أمه دربته وهو صغير، قالت الآتي، قالت له: دير بالك حبيبي شمشون، عندما كان طفل عندك سر يجب أن لا يعرفه أحد. هذا السر هو أنه شعرك عندما يقص ستفقد قوتك يا مسكين، وستصير كواحد من الناس بلا قوة. ماذا كانت تريد ماما شمشون أن تقول له؟ ماذا كانت تريد أن تخبره؟ كانت تريد تقول له أن سر قوتك الحقيقية في حياتك في ضعفك. أنت بسبب شعرك الطويل يجب أن تعلن كل ضعف لله. لذلك كانت الكلمة إلى بولس: في الضعف تكمل قوتي. اسمعني واسمعيني يا أخي وأختي، الله يوجه لك رسالة اليوم ويقول: احذر 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 أن تعتمد على أي قوة فيك، لكن أعلن أمامه كل ضعف، لا بالفم، لكن عندما تعلن أمامه كل ضعف حقيقية في حياتك تقول له إني لا شيء، وأن كل ما سيحدث في حياتي في المستقبل هو بسبب نعمتك وعنايتك بي، ليس لأني شاطر. إن كنت طبيب اسمع، عندما رجعت إلى الله لم تقل له: اللهم ارحمني أنا الطبيب، أو اللهم ارحمني أنا المهندس. اذكر أنك قلت: اللهم ارحمني أنا الخاطي، فالعملية متساوية، لا قوة فيك. بعد أن رجعت الله باركك وأعطاك من عنده بركة كبيرة، لا تفتخر بهذه القوة، احتفظ بسر نصرتك. ماما شمشون قالت: حبيبي شمشون دير بالك، أول ما تكشف قدام الناس وتقول إنه أنا قوي لأنه شعري طويل راح تضعف وراح تصير أسوأ من الناس. اسمع، راح تصير أسوأ من الناس. أول شيء حصل إنه شمشون تساهل مع الأمور، فبفضل قوته كان يتفاخر، راح راد يقترن بإنسانة غير مؤمنة والله حفظه. وبعدين أحب واحدة أخرى اسمها دليلة، اسمها دليلة. اسمع ما أقوله لك، اسمع ما يوجه الله لك اليوم. الله يضع في طريقك دليلة لكي ما تعيش حياتك ذليلة، لكي ما تعيش حياتك ذليلة. اسمع مرة أخرى: احذر من دليلة فليس لحياتك سوى الدليلة. ماذا فعلت؟ اللي فعلته دليلة، وضعت رأسه على حجرها وابتدأت تلاعبه وتداعبه وتخدعه. قول حبيبي سرك. هو كان يلف حوالين السر، ماذا حدث؟ كشف لها السر. أول شيء فقده، لقد فقد سره، أصبح العالم يعرف مركز قوته. عندما يكتشف العالم مركز قوتنا ماذا يفعل؟ يحاول أن يرفع منا ما نحن معتمدين عليه. فماذا يحصل عندما يرفع منا ما نحن معتمدين عليه؟ اسمع ما فعلته مباشرة بعدها دليلة: جابت المقص وقصت شعره السبعة خصل. كان عنده سبع خصل، وسبعة في الكتاب المقدس هو رمز للكمال. كان عالم كل ضعف أمامه، فأصبح المفروض العكس، هو كان قوي، أصبح كواحدا من الناس. لكن الكتاب يريد يقول لي: لقد أصبح شمشون قوي كقوة الناس، أصبح يشبه الناس، الشعر يشبه شعر الناس، والقوة تشبه قوة الناس. معتمد على نفسه، فقد شعره، فقد سره، فقد شعره، ثم فقد قوته الحقيقية، فقد قوة عمل الله معه. ماذا فقد أيضا أحبائي
يقول وروح الرب قد فارقه، لم يكن يعلم أن روح الرب فارقه. لماذا يريد أن يقول هذا؟ فقد الإحساس الحقيقي بحضور الرب معه. عندما تعتمد على قوتك ماذا يحصل؟ الله يتركك تجابه بقوتك، وتتوالى السقطات، تتوالى المصائب في حياتك. تعال نأخذ ثلاث نقاط أخرى وبعدين نرفع طلبات الصلاة اللي موجودة عنا. أشجعك مرة أخرى أنه ترفع سماعة التليفون وتتصل بينا. أنا محتاج من عندكم أحبائي الغاليين أنه أسمع طلبات الشكر لكي ما نأخذ بركة. أرفع سماعة التليفون وقل لي أخ فادي أنا بس أريد أشكر الله لأجل الشيء الفلاني في حياتي. لا تتردد أنه ترفع سماعة التليفون. فقد بعدها شيء آخر، لقد فقد شمشون عينيه، لم يعد له البصيرة الروحية فصار يتلمس للأسف. ثم فقد حريته، كبلوه، لم تعد له حرية في المسيح، لقد تكبل بالكامل. وأخيرا أحبائي فقد شمشون حياته، مات الميتة التي ماتها شمشون. تعالوا نرفع الطلبات، وأنا أرفع الطلبات. أنا محتاجة تتفكر كما قلت لك، هل هناك مركز قوة في حياتك؟ تعال قبل أن نرفع الطلبات نقول له يا رب إحنا محتاجين نعلن أمامك ضعفنا الكامل، ساعدني واقنعني بأنه أنا ضعيف يا رب، أنه أنا ليس لي قوة على الإطلاق. قالها شخص قوي عنده جيش 1,000,000، قال ليس لنا قوة لكن نحو أعيننا. أنت يا يهوشافاط ليس لك قوة. نعم ليس لي قوة، إن كل ما هناك من قوة هو عطية من الله وليس مني. ارفع سماعة التليفون وأعلن معي، أنا أعلنها أمامكم جميعا، أنا ضعيف معدم. تقدر ترفع سماعة التليفون وتشارك وتقول أنا ضعيف، بحاجة أن تصلي أن الله يقنعني أكثر بضعفي. سأشجعك أنه تتصل وتشاركني. الأرقام أمامك على الفايبر، من أمريكا، من أستراليا رح يطلع الرقم. أشجعك أنه تتصل وتشاركنا بهذا الأمر. تعالوا نرفع الطلبات. أول طلبة أمامنا من الأخ بيتر لأجل الشكر. يا رب إحنا نباركك ونشكرك من أعماق القلب. يا رب نشكرك لأجل استجابة الصلاة ونجاح المقابلة يا رب من عندك. نشكرك من أعماق القلب لأنه تسمع طلباتنا وتستجيب لها. يا رب إحنا نثق بشخصك ونثق بمحبتك ونثق بعملك ونثق بعنايتك. يا رب أنا أضع أمامك اللي يا رب منحنين التعبانين في هذا اليوم، يا رب اللي لم يشعروا بعد بضعف قوتهم، والعكس الذين اعتمدوا على ضعفهم وخاروا وخابوا يا رب برفعة من عندك. يا رب أرجوك أنا واضع أمامك يا رب خلاص النفوس، أخوي يا رب هكتر وأخوي ديكاردو وهاجوب. يا رب أنا أضع أمامك دومينيك وحاسون. يا رب أرجوك يا رب أنا واضع أمامك أختي بنت الرب لأجل زرع بشر، لأجل ولادة من عندك. يا رب أنا أثق بنعمتك وأثق بقوتك وأثق بعملك. يا رب أنا واضع أخوي صموئيل لأجل الفشل الكلوي يا رب اللي عنده. أرجوك يا رب أختي مادلين لأجل زراعة كلية. يا رب أرجوك يا رب جاوي لأجل النزيف اللي عنده. يا رب أنه أنت تعطي شفاء من عندك. يا رب أرجوك يا رب الأخ صلاح والأخت كريستين من أجل السرطان. يا رب أرجوك أنا واثق بشخصك، واثق بعملك يا رب، واثق بنعمتك. يا رب أنا رفع أختي رشا بين إيديك وزوجة إيليا يا رب في خدمتهم في البرازيل ببركات من عندك. يا رب رفع أختي يا رب أنوار لأجل قوة من عندك وسندة من عندك. يا رب أختي بان وعائلتها وأولادها وزوجها لأجل استخدام حقيقي يا رب لأجل بركة من عندك. يا رب هاي أختي رشا ترفع أمامك يا رب الضعف الكامل، وأنت قلت في الضعف تكمل قوتي. إحنا نثق بشخصك يا رب. يا رب أرجوك أنا واضع أختي يا رب
يا رب اعتماد يا رب لأجل زوجة المصاب بسرطان الدم، شفاء من عندك يا حبيب قلوبنا يا رب. أضع أمامك الطفلة مايا يا رب من أجل أنه تشفيها من مرضها، وتحرك يا رب يدك بلمسة من عندك تشفي يا رب. أنت مكتوب عنك أرسل كلمته فشفاهم يا رب، لمسة لأجل أمعائها يا رب العاجزة، أنت تمد إيدك وتشفي بالكامل يا رب. نحن متحدين معا نور العالم يا رب، طلبة لأجل بيتها وعائلتها، لأجل تسديد الاحتياج يا رب، لأجل يا رب تداخل حقيقي يا رب. أختي أحلام يا رب، يا رب أضم صوتي لصوتها لأجل الآرامية يا رب. أنا واثق بشخصك يا رب، أضم صوتي لصوت يا رب ماما فيرجين يا رب، لأجل إعلان الضعف، أن تعطيها قوة في الضعف اللي فيها اللي تعلنه أمامك. أخوي غسان في إعلان الضعف أيضا يا رب، تعطيه قوة تستخدمه يا رب. أرجوك أختي ليلى بين إيديك يا رب، أختي عايدة ببركات من عندك، أختي زينة يا رب، أضم صوتي لصوتها لأجل زوجها ولأجل أولادها يا رب. أرجوك يا حبيب قلوبنا يا رب، أضع أخوي ستيفانوس يا رب أمام شخصك ببركات من عندك، بعمل حقيقي من عندك يا رب. أخوي نمير وابنه يا رب وعائلته وأبوه بالتحديد، لأجل لمسات حقيقية وبركة من عندك يا رب. أضع أمام شخصك يا رب عمار بين إيديك يا رب، أنه تساعده يا رب، يرجع إليك، تسانده تشدده يا رب، تقوده في موكب نصرة ابن محبتك يا حبيب قلوبنا يا رب. أضم صوتي لصوت يا رب قناتنا في الآرامية من أجل الأولاد يا رب، لأجل موعد الطبيب يا رب، أنه شفاء كامل من عندك يا رب، حماية من عندك. أرجوك يا رب أختي أمل من أجل يا رب ضعفاتها يا رب، تعطي نشاط حقيقي للذاكرة. أختي مارغريت أيضا يا رب ببركة من عندك، واستخدام حقيقي من عندك، ونعمة حقيقية من عندك يا رب. احنا نثق في عملك ونثق في سلطان كلمتك يا رب، يا رب أنه أنت تعطي بقوة من عندك يا رب. أضع أختي سمر من أجل راحة البال والحصول على عمل يا حبيب قلوبنا يا رب. أرفع مرة أختي أنوار مرة أخرى، أرفعها أمام شخصك من أجل زوجها وابنها في المحاربات الكثيرة يا رب، أنه يا رب تحميه من الأشخاص اللي يحاولوا يدمروا بيته يا رب. زوجها أرجوك إحنا نثق في صلاحك، ونثق في نعمتك، ونثق في تدخلاتك، ونثق أنه أنت صالح على طول الخط يا رب، وأنه صلاحك ومحبتك معتنين بينا ومهتمين بينا ورافعين اختسالي بين إيديك يا رب. حياتها وخدمتها وبيتها يا رب، أنا واثق بشخصك، واثق بنعمتك يا رب، أنه أنت سهران على كلمتك لتجريها يا رب. أنا واثق بيك، واثق بعملك، واثق بصلاحك يا رب. أرجوك حرك قلوبنا يا رب. أنا رافع أمامك المستمعين اللي معنا يا رب، أن تحرك القلوب لكي يرفعوا طلبة شكر حقيقية يشجعوا فيها الكثيرين يا رب. أنا أضعهم بين إيديك لاتصال حقيقي يا رب. أبو أخوي ليس للشفاء يا رب من عندك يا رب، أنا واثق بشخصك يا رب. أختي سعاد للشفاء بين إيديك يا رب، أرجوك إحنا نثق بيك يا رب. إن كانت طلباتنا كثيرة، أنت مكتوب عنك أنه أنت لم تحب فئة معينة، لكن مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم يا رب، حتى بذل ابنه الوحيد. أولاد أختي سعاد يا رب أن يعرفوا الرب. أرجوك يا رب بركات من عندك يا رب، واستخدام حقيقي من عندك، ونعمة حقيقية من عندك يا رب. إحنا نثق بيك يا رب، نثق بنعمتك، نثق يا رب أنه أنت سهران على كلمتك لتجريها يا رب. أنا أضع أختي لمياء بين إيديك يا رب، اللي في إيطاليا يا رب، تباركها، تعطيها ذهن مفتوح أكثر وبركة أكبر يا رب، ونعمة أكثر يا رب. أنا أضع أختي ليندا بين إيديك يا رب في طلبات صلاتها يا رب. أنا أثق بشخصك يا حبيب قلوبنا. أنا أضع عمها متي المريض يا رب، واثقين أنه صلاة الإيمان تشفي المريض. أختي أمل يا رب زوجة أنه تسدد احتياجاته وتعطيه فرصة
عمل يا رب. أنا وضع عائلة أختي ليندا يا رب، تباركها يا رب، تحفظها يا رب. وضع يا رب عمها أبو زوجها المصاب بالسرطان بالرئة والكبد، أنا واثق بيك يا رب، واثق بعملك، واثق أنه أنت تسمع لطلباتنا وتستجيب لنا يا رب. ساعدنا بروح واحد نرفع هذه الطلبات يا رب، أنا لا أرفعهم بمفردي، لكن يا رب أنا أثق يا رب أنه أنت تعمل يا رب، ويا رب تستجيب من عندك. أخوي حامد من العراق شفاء حقيقي لزوجته يا رب، لمسات من عندك يا رب من أجل مرض الصرع يا رب، تشفي. أنت رفعت كثيرين يا رب. أخوي باسم بين إيديك ببركة حقيقية يا رب لحياته، باستخدام حقيقي في عمره يا رب. يا رب احنا نثق بيك يا رب، نثق بنعمتك. احنا يا رب نصرخ لك لأنه عارفين أنه قلبك كبير يتسع لكل واحد فينا، يهتم بينا يا رب. يا رب أنا أضع خدامك حوالين العالم، واثقين بشخصك يا رب أنه أنت سمعت واستجبت لنا، لك يا حبيب قلوبنا كل كرامة ومجد إلى الأبد. آمين. تعالوا نأخذ اتصال، أول اتصال وأكيد ليس آخر اتصال، من أختي نادية من كندا. سلام المسيح أختي نادية. سلام الرب يسوع معك أخي فادي، ربي باركك على هذا الموضوع. يعني أنا أريد أشكر نعمة الرب اللي شمشون رغم كل سقطاته وضعفاته، لكن اسمه مذكور في سحابة الشهود في عبرانين 11 وهو بالسماء. يعني نشكر رب يسوع على هذه النعمة اللي فعلا احنا ما نستحق، كلنا مثل شمشون نسقط ونقوم ونسقط ونقوم. أخي فادي أريد أشكر الرب. مبارحة كان بنتي نور بالليل جابت، وكانت ولادتها جدا سهلة، يعني الرب هو معاها، لأن أنا كلش مريضة بصراحة ما قدرت أروح، حتى هي قالت ماما لا تجين لأن عندي حرارة وفلاونزا، بس هو الرب يسوع معاها أفضل من أمها وأبوها وأفضل من كليتنا. أريد أشكر الرب وأعطي المجد للرب من أجل عمله الكامل في حياتنا، وربي يثبت عيوننا نحوه، وأصلي من كل قلبي من أجل كل مشاهد وسامع أن يأتي للرب يسوع. الرب يسوع حلو، الرب يسوع طيب، الرب يسوع ماكو مثله صدقوني، يعني هو مشتهى القلب، هو شبع القلب. لما الشخص يختبر الرب يسوع يعني يعيش في فرح حقيقي، ما فرحنا ما معتمد على الأمور اللي حوالينا، فرحنا معتمد عليه هو شخصه. أشكرك أخي فادي أخي المبارك، الرب يباركك يا يسوع ويحفظك ويتمجد فيك ويستخدمك لمجد اسمه، ويستثمر فيك نفوس كثيرة تأتي للمجد باسم يسوع. ربي يبارككم. أشكرك أختي نادي، أشكرك لاتصالك، وأشكرك لأجل طلبات الشكر. حبايبي الغاليين، فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشاء للملك. لاحظ بمجرد أن نرفع سماعة التليفون يفيض القلب. لاحظت أختنا نادية، الرب يبارك أختي نادية ونرفعك أمام عرش النعمة بلمسات شفاء إلك من كل مرض، من كل حرارة، من كل ألم، تقومين مرة أخرى وتخدميه. فعلا نشكر الله معاك لأجل سلامة بنتك، لأجل أنه أقامها الله بشفاء كامل وبولادة طبيعية بدون ألام بدون أي شيء. حبايبي الغاليين، ارفع تليفونك لكي تشكر الله. هل كثير أن تقول شكرا للرب؟ ارفع سماعة التليفون. يمكن أشخاص يقرؤون ما تكتب على الفيسبوك، لكن كثيرين محتاجين أن يسمعوا نبرات روح الله وأنت تتكلم، أنه تشكر الله من قلبك، يفيض قلبك بالشكر. وهذا الله استجاب، الله القدير. وعدنا اتصال من أختي ندى من كاليفورنيا. سلام المسيح أختي الغالية ندى. نعمة وسلام، الرب يباركك. أمين، يباركك أختي ندى. شلون الصحة عزيزتي؟ أكثر عزيزي، أنت بركة لكل من حولك، وإن شاء الله تكون هاي السنة سنة خير وسنة ثمار باسم يسوع. أشكرك من أجلي أنا، أنه الرب يستخدمني في هاي السنة استخدام غير عادي مع كل من حولي، وأتي بثمر للرب، وأكون مصلية في كل حين في كل وقت، ولا أمل ولا أكل،
من الجلسة مع يسوع، وأحلى جلسة مع يسوع. فصلي لي الرب يعطيني شهوة قلبي أن أكون هاي السنة سنة خير وبركة باسم يسوع، أن أكون أن يعني أفتش على الناس، أن أوصل رسالة الرب، يستخدمني الرب باسم يسوع المسيح. آمين آمين أختي ندى، أشكرك لاتصالك، طلبات جليلة ورائعة حبايبي الغاليين. الناس تطلب أنه فعلا يكون عندهم جلد حقيقي في محضر الله، أنه يكون هناك بشارة حقيقية، أنه يكون عمل حقيقي. تعالوا نرفع خواتنا نادية وندى اللي اتصلوا، رح نطلع بعد فاصل، وأشجعكم أنه تتصلون مرة أخرى حتى ما يكون هناك بركة كبيرة. يا رب احنا رافعين أمامك أختي نادية يا رب، اللي عدها آلام وعدها يا رب حرارة، أنه تؤمر بالشفاء الكامل إلها. نشكرك لأجل سلامة بنتها يا رب، وأنه مديت إيدك وتمجد في حياتها يا رب، في حياة بيتها، تكمل معها، تنهضها، تخدمك هي وكل بيتها يا رب، وفعلا تعظم العمل معها أكثر وتزيد بركة. أختي ندى يا رب اللي رفعت طلبات جليلة أمامك لأجل استخدام، لأجل البشارة، لأجل مواصلة ومواظبة بالصلاة يا رب، احنا واثقين بشخصك يا رب. أنا رافع أختي رينا يا رب لأجل زميلتها بالعمل يا رب، اللي لا تعترف بوجودك. أنت تستطيع أن تعلن يا رب نفسك للبعيدين. الملك يستطيع أن يلبس ثياب الفلاح الرسة الحقيرة، وهذا اللي فعلته، أخذت جسم بشريتنا يا رب. يا رب أرجوك، أنا أثق بشخصك يا رب، وأثق بنعمتك أنه أنت تستطيع أن تعلن نفسك إلها. أختي عايدة يا رب، صلاة لأجل يا رب كسر القيود يا رب عن ابنها، وتبطل مشورة أخي توفل يا رب. صلاة لأجل موظف لا يؤمن ملحد، أضرب صوتي لصوت أخوي بسام يا رب، أرجوك باسم يا رب، لأجل تحرير من السلاسل الخطية، من سلاسل يا رب الإلحاد. صلاة من أجل يا رب الطفل نير المريض بالتهاب بالرئة، شفاء من عندك يا رب، وبركة من عندك. أختي أرشا أيضا يا رب، طلب الصلاة لأجل وهيك له عملية يا رب، يخرج بالسلامة وتتمجد في حياته يا رب، وتعلن عن مجدك يا رب وعملك الحقيقي في حياتهم. أختي سهى يا رب من أجل زوجها يا رب، ومن أجل يا رب أولادها، لكي ما تكمل معهم بالنعمة وتستخدمهم يا رب. نشكرك لأجل فعلا يا رب، أضم صوتي لصوت أختي بان، شكرا لأجل قناة الأرامية يا رب، اللي فتحت من خلالها باب نتحد معا ونكرم اسمك. احنا واثقين حبيب قلوبنا بشخصك، واثقين بنعمتك الغنية، واثقين بمحبتك. أختي نسرين يا رب، أنا أضع أمامك أختي أم علي اللي اتصلت بالمرة الفاتت يا رب، طلب الصلاة نكمل لأجلها، لأجل سكان العمارتين يا رب. غدا المفاوضات مع الوكيل يا رب، تعلن عن قوتك. احنا ليس لنا قوة يا رب، لكن ولا ندري ماذا نفعل، لكن نحوك يا حبيب قلوبنا أعيننا، أنت تكمل معانا يا رب وتتمجد معاهم لأجل سكان العمارتين يا رب. تعطي بركات من عندك وتعطي مجد من عندك يا حبيب قلوبنا. إحنا واثقين بشخصك يا رب، أنه أنت سمعت لنا وأنك استجبت لك يا حبيب قلوبنا. كل إكرام وكل مجد إلى الأبد، آمين. أختي الغالية أنوار، سألت على رقم التليفون، رح يضعوه الأحباء على الشاشة، رقم الفايبر، بالإمكان أن تتصلين مباشرة على الفايبر، رح يظهر الرقم أمامك إذا تحبين تتصلين وترفعين صلاة شكر. أشجعكم كلكم الموجودين، الرقم ظهر أمامك أختي 1248-301-1332. الرب يبارك حياتك إذا تحبين تتصلين، الرب يبارك عمرك. أشجع الباقين أيضا، ارفع قلبك بالشكر، ارفع طلباتك وارفع طلبة حقيقية للشكر للرب. تعال ارفع سماعة التليفون وقل يا رب أنا جاي أشكرك بصوت عالي، بصوت عالي أمام الجميع يا رب، تعطي بركة. ارفع وصلي لأجل الكثيرين أيضا معي، تعال نتحد ونصلي، أو صلي لأجلي، أنا بحاجة لصلاتك، صلي لأجل قناة الأرامية أيضا. أحبائي الغالين رح يضعون الرقم من أستراليا، أختي أمل تسأل
فممكن انه احبائنا في الكنترول يحطون رقم استراليا للاتصال. تعالوا نخرج فاصل وبعدين نرجع مع بعض بعد دقيقة ونكمل فرصة الشركة والصلاة مع بعض. الرب يبارككم، ابقوا معنا. تابعوا هذه الحلقة المتميزة من برنامج ما بين الشريعة والنعمة مع اختبار العبور من الظلمة إلى النور للأخ سعد العبيدي القيادي البارز والضابط في الجيش العراقي سابقاً. يوم الجمعة 19 يناير كانون الثاني لعام 2018 في تمام 12 ظهراً بتوقيت شرق أمريكا، 8 مساء بتوقيت العراق، مع ضيوف الحلقة الأخ كريم الإيراني، الأخ اسماعيل نمر، الأخ جهاد كوبي والأخ باسم كوريال. عنوان هذه الحلقة من برنامج ما بين الشريعة والنعمة هو قوة الملكوت لتدمير الجبروت. لأي سؤال أو استفسار رجاء الاتصال بالرقم 248-416-1300 أو زيارة موقع الآرامية abnsad.com. لماذا لا يوافق شيوخ الإسلام بفصل الدين عن الدولة؟ هل سيستمر قتل المرتد عن الإسلام؟ هل من الممكن إصلاح الإسلام وحذف بعض التعاليم المخالفة لحقوق الإنسان؟ أم هي نصوص مقدسة ممنوع الاقتراب منها؟ حقوق الإنسان في حرية اختيار الدين، هذا هو عنوان أولى حلقات البرنامج الجديد ما بين الشريعة والنعمة، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 من شهر يناير كانون الثاني في تمام 12 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا، 8 مساء بتوقيت العراق. ضيف الحلقة غيث التميمي رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع، وأيضا الدكتور باسم غوريال والقس جهاد كوبي. البرنامج من إعداد وتقديم كريم الإيراني. للمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالرقم 248-416-1300 أو زيارة موقعنا abnsad. حبايبي الغاليين، رجعنا معكم مرة أخرى. تعالوا نبتدأ أول الفقرة اللي إحنا فيها باتصال من أختنا الغالية فريال. أختي الغالية فريال، سلام المسيح معاكي. ألو، سلام المسيح أخي فادي، يا رب يباركك. سلام الرب يسوع أختي فريال وبارك حياتي، شلون الصحة؟ يبارك خدمتك، نشكر الرب من أجلك ومن أجل خدمتك الرائعة ومن أجل عمل الآرامية. نشكر الرب، احنا فرحانين بالنعمة صدقني، يعني قد ما نشكر الرب ما رح نقدر نوفيه على هاي النعمة اللي احنا بي والفرحة اللي احنا بيها. عندي طلب الصلاة أخي فادي، وعندي شهادة حية لمجد المسيح من أجل الصلوات اللي رفعناها من أجل أمي اللي كانت مريضة، ودائما كنت أطلب صلوات القديسين مثلك المباركين. فقبل 4-5 أيام خبرتني بأنه كان عندها مشكلة بالكلى وعدد أمراض، بس الكلى كانت أكثر مأذيتها. تودا تقول لي كنت نايمة، ما أعرف بين نايمة وصاحية، تقول غفيت إلا ما أشوف إيد شالت كأنه الصفحة مالت الكلى شالتها ورجعتها. نعم. تقول حسيت إيد على جبيني، تقول أنا صحيت دا صح وياي هاي فريال، دا صح فريال أشو ما شفت أحد. تقول من وقتها أشو الألم اختفى. فنشكر الرب من أجل، أنا واثقة إلهي حي، وعندما نصلي بالإيمان هو يسمع ويستجيب ولا يعثر عليه أي أمر مهما كان صعب. ونشكرك أخي فادي، أرجوك صلاة من أجل زوج أختي فرج، هو بحالة غير يعني حالة صعبة جدا. عنده مرض النسيان، ومو بس النسيان، ده يسوي أشياء يعني البيت كلهم متوترين، وأختي كلش كلش متأذية وحالتها يعني صعبة جدا، هي أيضا من أجل زوجها يعني اللي صاير بهذا الشيء. أرجوك ارفعها بصلاتك، واثقين الرب رح يعمل عمل عظيم. قبل ما يشفي الجسد يشفيهم روحيا، ويحصرهم بمحبته، يجون كلهم ويسلمون حياتهم ويقبلون خلاص الرب يسوع، لأنه مهما ربحنا من هذه الدنيا ما رح نستفيد شيء إلا معرفتنا بالرب
واسمنا ينكتب بسفر الحياة. فالرب يباركك على خدمتك وعلى هاي النعمة الرب منطينا ياها، ويبارك صلاة الآرامية وكل العاملين بيها من مجد إلى مجد باسم يسوع. أمين أمين. أختي الغالية فريال، أشكرك لاتصالك ولأجل محبتك ولأجل طلبة الصلاة. أشكرك لأجل أنه رفعت قلبك بالشكر لأجل شفاء ماما بطريقة رائعة وعظيمة بلمسة من الرب. تعالوا حبايبي أشجعكم أنه نتصل أكثر وأكثر. تعالوا، هناك اتصال من ساهم من الأردن. سلام المسيح. سلام المسيح أخ فادي، شلونك؟ أشكر الرب يسوع. أختي أنت شلونك؟ نشكر الرب. أريد أشكر الرب على كل شيء بحياتي اللي خلصنا وباركنا، ومحتاجة صلاة من أجل معاملتنا. نعم. أمين أمين. حاضر أختي، حاضر. أشكرك لأجل طلبات الصلاة. تفضلي. صلواتك مستجابة أخ فادي، الكل بيصلون والرب بيستجيب ويتمجد من خلال صلواتك للخوات اللي نعرفهم القديسات اللي نصلي دائما. حضرتك صليت وديصير استجابات بنعمة الرب. شكرا للرب يسوع. أشكرك أختي سهام. هل عندك طلبة أخرى؟ طلبة أخرى محتاجة امتلاء من الروح القدس، هاي أهم شيء. آمين آمين. أروع طلبة. آمين آمين. والرب يباركك ويديمك على هذه الخدمة ويحفظ عائلتك، وشكرا جزيلا. أشكرك أختي سهام للاتصال، وأشكرك لرفع طلبات الشكر، وأشكرك لأجل الطلبة الغالية الحقيقية. الحقيقة الله عندما نتحد بالصلاة مع بعض يستجيب، لأنه إحنا عندنا قلب واحد. الكتاب يقول هكذا، كانوا الكنيسة كانوا يواظبون على تعليم الرسل وكسر الخبز والشركة والصلوات. إحنا متحدين مع بعض. هو قال إذا اتفق اثنان في طلبة، الله عندما يرى اتفاقنا بقلب واحد يستجيب الطلبات. يعني عندما نتحد مع بعض تعمل قوة الله معنا والله يستجيب. أشكرك لأجل اتصالك. تعالوا نرفع الطلبات اللي أمامنا. تعالوا نرفع أختنا سهام وأختنا فريال، هناك طلبات لأجل هالة وأخونا نينوس، وتعالوا مع بعض نرفع سماعات التليفون ونتصل ونمجد الرب. باقي من وقت البرنامج 15 دقيقة. تعال ارفع التليفون معنا وارفع قلبك بالشكر وضع الطلبات وخلي البركة تزيد. أذكرك أنه عملية شير هذه الحلقة لن تأخذ منك سوى ضغطتين على الماوس أو بأصبعك على الحلقة، مجرد أنه تعمل شير. السبب أنه تصل البركة ويعرفون أنه هناك أشخاص مجتمعين لكي يصلي لأجلهم. أنت ما بتعرف لمين رح توصل، لكن أنا أثق أنه الله يستطيع أن يسير مجالات الحلقة وتصل لكثيرين. أنا اتصلت بأشخاص ليسوا لهم علاقة بي، أشخاص اتصلوا بي وصلت لهم الحلقة ولا يوجد صديق مشترك. لا أعرف كيف عملها الله، لكن أثق أنه هو عملها بعناية كاملة. اعمل شير للحلقة، وصلها لكثيرين، خلي البركة تزيد. تذكر أن الآية تقول محتكر الحنطة يلعنه الشعب والبركة على رأس التاجر. تعالوا نرفع طلبات الصلاة، وبعدين أشجعك أنه ترفع سماعة التليفون وتتصل. يا رب احنا واضعين أمامك يا رب هذه العائلة اللي رفعتها أختي هيفاء يا رب، اللي مؤمنة تحت هجمات الشيطان يا رب في علاقاتهم الزوجية والنفسية لأجل البرود والفتور الروحي. يا رب أنه تتدخل أنت مع الزوج والزوجة مع الأولاد يا رب. أرجوك المتزوجين والغير متزوجين ببركة من عندك يا رب. احنا نثق بشخصك ونثق بنعمتك ونثق أنه أنت تستطيع أن تتدخل يا رب. أرجوك يا رب أنه تبارك من عندك. نشكرك يا رب لأجل عملك في حياة أختي فريال، لأجل شفاء أمها يا رب. يا رب أضع أمامك أنه زوج أختها فرج يا رب لي لمسات شفاء من عندك يا رب، وفتح كامل للعيون لعائلته ولبيته يا رب، لأجل استجابات حقيقية من عندك.
رفع اختي سهام يا رب اللي رفعت امام شخصك اروع طلبه لاجل ملء بالروح القدس، تنميها بكلمتك، تسير معها، ترفعها يا رب عجل معامل السفر. لا يوجد احد غيرك يستطيع ان يتدخل ويحنن القلوب يا رب. اختي عايده يا رب ارجوك اضعها يا رب امام شخصك لاجلها يا رب، انه يا رب الهجمات اللي عليها تحول كل هجمه عليها الى بركه يا رب. ارجوك يا رب اضع امل من اجل العائله واولادها انه يعرفوا الرب معرفه حقيقيه يا رب. انا واثق بيك يا رب. اضع اختي اراء بين ايديك، اختي هالين بين ايديك، اختي مارجريت، اختي سهام بين ايديك يا رب. انا اضع الكثيرين بين ايديك يا رب، حتى لو نسينا الاسماء احنا نثق بشخصك. اختي ساميه واختي سهير يا رب بين ايديك يا رب، اخوي ابراهيم واخوي اسحاق يا رب في خدماتهم في كل امور حياتهم يا رب. الاربعه العائله هذه تصير بركه يا رب لكثيرين يا رب. ارجوك اعطي غلاوه في حياتنا لكلمتك يا رب. اخوي جورج اللي تستخدمه يا رب يشجع الكثيرين يا رب، واللي تستخدمه في بشاره تعطيه ثمر اكثر وعمل حقيقي اكثر. اجتماع مسساجا يا رب في الخدمه يا رب، انه انت يا رب تعمل بعمل من عندك يا رب. ارجوك احنا نثق انه انت تستطيع ان ترسل كثيرين يا رب، ان تعطي تشجيع حقيقي وعمل حقيقي من عندك يا رب. احنا واثقين بيك يا رب انه انت سامع طلباتنا يا رب، واثقين انه انت تستطيع ان تخلص، لانه ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. يا رب احنا واثقين بيك يا رب. يا رب اخوي نينوس لاجل يا رب بيته، لاجل عائلته، لاجل رزق اختي هاله للشفاء يا رب من عندك. يا رب احنا نثق بشخصك انه انت تسمع طلباتنا وتستجيب لك. كل اكرام ومجد الى الابد، امين. تعالوا حبايبي ناخذ اتصال من اختنا اراء من كندا. سلام المسيح اختي اراء. سلام المسيح اخويا فادي على حياتك وحياة كل المشاهدين. اراء شلون الصحة؟ نشكر الرب كل بخير وبركاته، صدقني دنعيش. امين امين، الرب يبارك حياتي اختي ويبارك حياتك اخويا. نشكر الرب، انا على قلبي فعلا قلبي فايض بالشكر لأجل أنه اختارني أنا واختار كل واحد قبله. إحنا المزدرى وغير الموجود. أنا اللي كنت فعلاً بأمس الحاجة إلي، كنت جابني من مزابل هذا العالم، ومكتوب ودع واسمه دعي علينا. فأشكر الرب، ومثل أضم صوتي مثل ما مكتوب: ماذا أرد للرب عن جميع حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. نعم. هذا أقل شيء نقدر نقدمه للرب اللي خلقنا، واللي دا يكلل حياتنا من مجد إلى مجد، واللي دا يحافظ علينا وعلى أولادنا وعلى عوائلنا. نتناول كأس الخلاص، نقبله رب ومخلص وباسمه ندعو. أمين. مثل كل القديسين اللي قبلوه واللي بشروا باسمه. أرفع صوتي مع صوتك أخويا فادي وكل المشاهدين في كل طلبات الصلاة، وإحنا نصلي من أجلك الرب يشددك ويقويك ويستخدمك أكثر في هذا العالم. شكرك. أمين أختي أراء. إذا بعدنا على الخط الاتصال انقطع، لكن أشكرك لأجل كل صلاة ولأجل كل طلبة. فعلا إحنا مستحق الله إنه نشكره من عمق القلب لأجل خلاصه وافتقاده. إنه قال هكذا، كيف قالت رعوث، قالت لبوعز: كيف وجدت نعمة في عينيك وأنا غريبة؟ وهذا قبل في حقل. اسمع، هو أعطانا حياة. تعالوا ناخذ اتصال من أختنا زكية من أمريكا. سلام المسيح أختي الغالية. أهلا أخ فادي. أهلا أختي زكية، شلون الصحة؟ الحمد لله نشكر الرب، يعطيك الصحة والعافية. أشكرك الله يخليك لنا ولكل من يقبل يسوع المسيح. آمين.
الحمد لله نشكر الرب الله يخليك. شكرا. خليك الرب ويحفظك يا أختي زكية لأجل شكر قلبك. عدك طلبة أختي زكية. نعم صلاة لابني أدوار يترك كل هاي الممنوعات اللي أخذها. آمين آمين. رح نتحد بالصلاة مع بعض. أنا متأكد أنه رح تتصلين بينا وتبلغينا بالخبر الحلو أنه الرب أعلن تحريره بالكامل. آمين آمين إن شاء الله هو بعونه مع أنه غير رحمته هو. صحيح صحيح. ثقي بينه، حطي قلبك بثقة وحطي الطلبة. احنا كلتنا رح نتحد معاكي أمام الجميع بكل حال عالم، والرب رح يتمجد ويرجع لك هو إله أولا وبعدين إلك. خليك الرب الغالية نطلب من رب العالمين، أتمنى يرجع على عقله قبل ما الله يأخذ أمانته مني. آمين آمين أختي آمين. رح نتحد مع بعض بقلوبنا والرب رح يستجيب. تثقين أختي زكية أنه الرب رح يستجيب؟ تثقين؟ نعم نعم. آمين آمين آمين. أشكرك لاتصالك أختي، فرحت جدا باتصالك. أشكرك من أعماق قلبي ورح نرفع ابنك بالطلبة. تعالوا حبايبي الغاليين، سمعتم أختنا الغالية زكية، سمعتم الطلبة، ارفع قلبك معي في كل مكان. ارفع سماعة التليفون حتى لو شغلت أن تصلي لأجله على التليفون، ارفع سماعة التليفون أو ارفع قلبك أو اكتب على الفيسبوك ارفع ابن أختنا زكية أدوار لتحرير كامل ورجوع كامل من كل موت، من كل بعد، انه يعطيه حياة فتتحول حياته الى تمجيد حقيقي لاسم الله. اتحد مع اختنا، تعال نتحد نصلي لابنها ولكل اولادنا، انت لاولادك اللي يواجهون العالم تحديات العصر من الحاد، من مخدرات، من شرب، من زنا، من ضياع. تعال نرفع نتحد مع بعض. ارفع سماعة التليفون وارفع معي كل الاولاد، الشباب، الاطفال اللي ابليس يعمل على هذه الاجيال لكي ما يمنعهم من ان يرجعوا للمسيح. تعال اتحد مع بعض، تعال نرفع اخونا باسم لانه عنده موعد مع الطبيب، تعال نرفعه مع بعض، تعال نتشارك مع بعض. يا رب احنا نشكرك ونعظمك، رافعين يا رب اخونا ادوار بين ايديك، تعلن تحرير كامل لحياته، تعمل شفاء كامل من كل خطية، تعطي حياة حقيقية، تباركه وتحفظه. يا رب احنا واثقين بشخصك. نرفع اخوي يا رب باسم لأجل موعد الطبيب، تعطي شفاء كامل وعمل حقيقي. يا رب احنا واثقين بشخصك. يا رب انا اضع اختبان لأجل طلبتها لحضور الاجتماعات في مسيساغا. انت لا تعدم وسيلة يا رب تستطيع ان تصل اختي يا رب ميرنا لأجل أولادها سارة ومارك، يا رب خاصة مارك للتحرير الكامل وفك القيود يا رب وشفاء كامل. يا رب احنا واثقين بشخصك انه انت تسمع لطلباتنا وتستجيب لنا. يا رب احنا واثقين انه انت سهران على كلمتك لتجريها. يا رب انا واثق بشخصك، واثق بنعمتك يا حبيب قلوبنا انك سمعت وانك استجبت لنا، لكل اكرام ومجد إلى الأبد. أمين. تعالوا ناخذ اتصال من أختنا شيرين من مصر. سلام المسيح أختنا الغالية شيرين. سلام المسيح يا أخي فادي. سلام ونعمة أختي المحبوبة شيرين، كيف الصحة؟ الحمد لله الحمد لله كله كويس. أنا الرب يبارك. من جيد. أنا بطلب إن أنت تصلي من أجل بابا كميل، ان هو يعني ربنا يتمم له الشفاء، وماما تريزا ان برضو تصلوا لها ان ربنا يشفيها، وفي ناس كتير يعني برضو تطلبوا لهم الصلاه يعني، بس انا مش فاكره اسامي. واحده اسمها صباح برضو عندها بتغسل، فاطلب منك ان تصلوا لها. حاضر اختي شيرين، اشكرك لاتصالك. أشكرك وأنا كمان أشكرك لمحبتكم. أشكرك أختي الغالية. رح نرفعك أنت ونرفع ماما وبابا وصباح وكل الأسماء اللي أنت مش فاكرتها لكن الله فاكرها، وسنضعهم أمام عرش النعمة. تعالوا حبايبي نكمل، باقي من وقت برنامجنا دقائق حبايبي الغالية. تعالوا نتحد مع بعض
ببقية الطلبات ونضع كل الاحتياجات. يا رب احنا واضعين امامك يا رب، يا رب اختي شيرين لاجل بابا كميل للشفاء، وماما تريزا ايضا للشفاء يا رب من عندك، اختي صفاء للشفاء، اختي شيرين نفسها يا رب ببركة حقيقية من عندك واستخدام حقيقي من عندك. يا رب ارجوك انا اضع اختي لاما امام ايديك يا رب، انا واثق بشخصك يا رب انه انت تستطيع ان تلمس ابنها فراس وزوجته يا رب ربا يا رب اللي هم في اربيل يا رب اللي منتظرين معاملة السفارة الاسترالية للقبول يا رب، انت تتمجد يا رب. ارجوك اختي نور العالم صلاتي اجل ابنها لتساقط شعره يا رب، انا اثق بشخصك، طلب الصلاة يا رب انام بين ايديك يا رب لاجل شفاء جسده بالاخص الفقرات يا رب، شفاء روح، امتلاء كامل من الروح القدس، ايمان حقيقي يا رب، لمسة لاجل والدتي يا رب المقعدة المريضة بمرض الزهايمر يا رب، ارجوك شفاء للوالدة يا رب ورعاية من عندك وعمل حقيقي من عندك واستخدام. اختي هيفاء اضم صوتي الى صوت طلب الصلاة لاجل اخواتها في العراق وفي اوروبا، هم وعوائلهم يا رب تقويهم تحفظهم تشفيهم، تسير بوجهك امامهم يا رب، تتدخل انت بتدخل من عندك وبعمل من عندك يا رب، تمد ايدك. اختي مرال اللي معانا يا رب، يا رب تمد ايدك يا رب لأجل يا رب حياتها ولأجل عائلتها يا رب، أرجوك طلب الصلاة يا رب من أختي نسرين لأجل هطول الأمطار بالعراق يا رب، أنت تعطي يا رب، أنت تهتم بينا وأنت تشرق شمسك على الأشرار وعلى الصالحين، تعتني بينا يا رب، احنا نكرمك نحبك يا رب، نسير يا رب وإحنا عيوننا نحوك، احنا واثقين بشخصك يا رب أنه أنت تعمل وتتمجد يا رب. لمسة شفاء لأجل أخيها أخي أختي مرال يا رب لشفاء كامل من عندك يا رب، أرجوك مشورة إبليس يا رب، أولادنا بين إيديك يا رب، كل الشباب بين إيديك في أمام التحدي يا رب الموجود لأجل يا رب تحدي أفكار الإلحاد يا رب، نتحد مع بعض يا رب بالصلاة لأجل ديلون وديانة أن يرجعوا لبعض يا رب، أنا واثق بشخصك يا حبيب قلوبنا يا رب. العائلة اللي طلبت أنه أصلي لأجلها دون ذكر أسماء، أنت تعلن تحرير كامل ورجوع يا رب الزوجة إلى الزوج وتقيم البيت وأنت السيد عليه. يا حبيب قلوبنا احنا نثق بشخصك أنه أنت عامل فينا وأنه أنت كارمنا يا رب دائما، كمل معنا بالبركة يا حبيب قلوبنا، أنت تحفظنا يا رب، أنت تسير بوجهك يا رب أمامنا، تكمل معنا في أسبوع آخر يا رب، تساعدنا أنه نكون أمناء في أيامنا القليلة الباقية إلى أن تجيء. إحنا نثق بشخصك يا رب، أنا واضع أمامك صلاة لأجل فرح يا رب اللي يا رب يعاني من مرض الخوف المبكر يا رب، خرف المبكر يا رب، انه انت تساعده يا رب في الزهايمر اللي عنده يا رب، ارجوك انا واثق بشخصك، انا اضع بين ايديك يا رب، يا رب انه انت تستطيع ان تلمس اخونا عزيز القسيونال، ان تشفيه يا رب من مرض الزهايمر يا رب، وتعينه يا رب، تحفظ عائلته تحميه، تسير بوجهك امامه، وضع عائلاتنا، وضع التحدي ضد الإلحاد وضد الكفر يا رب، وضد يا رب أفكار العالم، وضد الإلحاد ضد الفساد الفكري والروحي يا رب، ضد كل ما يقاوم يا رب اسمك يا رب، تعلن حماية على الأولاد، أنت لا تضيع، عندك صلاة لكن سمعها وحافظها بزقك يا رب، أنا واثق أنه أنت اللي ابتديت عمل صالح أنت ستكمل ليوم يسوع المسيح، أرجوك يا رب أنا واثق بشخصك، أعطي لحياتنا يا رب أن تكون شاهدة، أن تكون حياتنا ملح ونور يا رب، أرجوك طلب الصلاة لأجل يا رب إيجاد عمل لابن يا رب أخي أنان يا رب، أرجوك أنت تساعده، طلب الصلاة لأجل يحيى يا رب لأجل معاملة السفر، أرجوك يا رب أنا واثق بشخصك أنه أنت تسمع طلباتنا وأنه أنت تستجيب يا رب، كل شخص بيننا رافض مستهزئ يا رب أنت تكمل معه، ضم صوتي لصوت أختي مريم يا رب، وبيتها وابنها وأهلها وعائلتها
ببركات من عندك لأجل كل مريض عاني من أوجاع، لأجل كل موثوق أختي بسمة بين إيديك يا رب، أسماء كثيرة بين إيديك نضعها واثقين أنه أنت سامع طلباتنا يا رب، أختي لمياء وفداء وصفاء وعوائلهم يا رب، لأجل استخدام حقيقي، لأجل بركة من عندك نشكرك، لأجل أخوي عامر، لأجل استجابات الصلاة يا رب تحفظه هو وبيته وأختي نوال والأولاد يا رب، أرجوك طلب الصلاة لأجل جمال وعائلته، لأجل السفر يا رب، أرجوك يا رب أخوي عدنان وسهام أيضا من أجل السفر يا رب، احنا عارفين أنه لا نكل عن عرض يا رب أمامك، الطلبات كثيرة لكن قلبك يستوعبنا يا رب، يحتملنا، لا تضيع عندك طلبة، لكن أنت تحفظ أخوي نبيل يا رب، أختي ريتا بين إيديك يا رب، أخوي نمير يا رب، بركات من عندك عليهم، على ارتباطاتهم، على أولادهم، على زواجهم، حفاظ يا رب من روح ضلال وتشويش لأولادك، نشكرك يا رب، نشكرك من أعماق القلب لأجل عملك، أخوي وسام بين إيديك يا رب، تباركه وتستخدمه بقوة يا رب، كل الموجودين بركة من عندك، نثق حبيب قلوبنا أنك سمعت وأنك استجبت لنا، لك يا معبود قلوبنا كل شكر وإكرام، أخوي وسام بين إيديك لأجل طلبة خاصة يا رب تحققها إله، تباركه، أنت قلت حاشا لي أنا أكرم الذين يكرمونني، أخوي رغيد بين إيديك يا رب تباركه تحفظه، أختي زابيد بين إيديك تباركها يا رب، تعرف طلباتها، احنا واثقين بشخصك يا رب، انه التاعبين وراء الكواليس في الأرامية يا رب مخفيين عن أعيننا لكن ظاهرين أمام عيونك يا رب، انت شايفهم يا رب، انت شايف عملهم وشايف حياتهم يا رب، تعوضهم أضعاف أضعاف، نشكرك حبيب قلوبنا انك سمعت لنا وانك استجبت، لك يا معبود قلوبنا كل إكرام وكل مجد وكل سجود وكل تعبد إلى الأبد، آمين آمين. حبايبي الغاليين، انتهى وقتنا في الحلقة، لكن أنا أثق أنه الله عنده بركات كثيرة، أنا أذكركم في صلاتي، صلوا أنتوا لأجلي، تعالوا ضع الطلبات، الأسامي اللي موجودة ارفعها بالطلبات، موعدنا أنت أن الرب في مجيئه وإن شاء الرب وعشنا بعد أسبوع في يوم الأربعاء القادم في نفس الوقت، تعال تشارك معنا، شجع الكثيرين لكي يحضروا، شارك الحلقة لكي الناس تعرف، وتعال نعيش ببركات اللي سمعناها اليوم بقوة الرب في حياتنا لأسبوع آخر، وصلي أن يحفظكم القدير روحا ونفسا وجسدا ويسير بوجهه أمامكم في كل حين، سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، تصبحون على ألف خير، وسلام المسيح معكم، سلام المسيح.